السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناتنا طلة حلوة. معكم أم يوسف الرفاعي، وأحب أقول لكم أن قناتنا بتقدم موضوعات اجتماعية، بتقدم وصفات طبخ، بتقدم شعر زي اللي هنعمله النهاردة إن شاء الله، وبنقدم تزيين بالورد. النهاردة هنقول شعر في الدقيقتين، مش هنطول عليكم. طبعا عارفة ان في ناس كتير للأسف مش مهتمة بالشعر، بس احنا هنتكلم الناس المهتمين بالشعر، واللي مش مهتم بالشعر ومهتم بانه يسمع قناة طلة حلوة ياريت يتفضل معنا. نتشرف بوجودكم، نتشرف بتعليقاتكم، نتشرف بانكم تشتركوا معنا في القناة. بس اللي هيشترك يا جماعة ياريت يفعل زر الجرس علشان يوصلكم اي جديد. هنبدأ على طول. واحدة بتكلم نفسها وبتقول لها: أفيقي بسمة ولو لبرها، لنحقق الحلم العتيق، كم من سنون مرت وأنت في ثبات عميق، كلما مر يوم أجلت لغد وكأنك من شيء تهربين. بسمة، أتعلمين كم مضى من عمرك؟ أنت في 36 بسمة، أفيقي هيا واكسري حاجز الصمت الرهيب. إن مت قبل غد إذن فقد ضاع عمرك سدى، وستبكين في قبرك، ولن أسامحك بسمة. هيا انهضي ولنبدأ من الساعة الماضية وليست القادمة، فكل حماس وأمل، فلقد أحسنت الظن بالله أن الغد قادم دون أحلامي الكثيرة، فقط سأحتفل بما أنجزته ولنأخذ فقط برهة قصيرة من الأحلام ونعود لنحقق الحلم الجديد. أفيقي هيا. أتمنى يكون الشعر عجبكم، والحمد لله ما طولتش عليكم، ما كملناش حتى دقيقتين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وقابلكم في حلقة جديدة من حلقات قناتنا طلة حلوة.